العاكس علي حمدي على الطرف الشمال، كريم طارق لسه مع كرة، كريم انطلق راح كريم، المساندة الحلوة والباصة الجميلة، أحمد متعب عرضية راسية والهدف، جول جوه جول، الهدف الأول، هدف التقدم، الراسية الذهبية من يسر وحيد اللاعب الجديد اللي انضم في هذا الموسم من الترسينة، يسجل الهدف الأول، هدف التقدم وأول أهداف الدوري المصري في الموسم الحالي في الدقيقة 62 من عمر اللقب. الهجمة السريعة والانطلاقة المتميزة، هذه العادة مرة تانية، الضغط مضغوط والقطعة ممتازة من خالد سطوحي، ثم باصة سحرية من كريم طارق، ثم عرضية دوا 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 بقدم أحمد متعب، ثم الارتقاب وأي ارتقاب، ثم الراسية وأي راسية من يسر وحيد عشان يعملوها ويجيبوها ويسجلوا الآن الهدف الأول، هدف التقدم يا سيدة في الدقيقة 62 من عمر اللقب، وهدف جميل جميل ما فيش كلام. واحد طلاع الجيش لا شيء نادي البنك الأهلي، واحد طلاع الجيش لا شيء نادي البنك الأهلي، عملوا الهجمة السريعة مرة طلع على الأرض، لمسة إسلام محارب على الشمال سريعة، الانطلاقة من الخطورة سريعة من شيكا، هوب التصويب والهدف الثاني، جول 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 جول، الهدف الثاني لطلاع الجيش في انطلاقة عنترية، في انطلاقة غير عادية بقدم عبد الرحمن شيكا، عدى وفات وعدى بالجميع ويحطها جميلة حلوة جدا على الشمال محمد أبو جبل عشان طلاع الجيش يعملها تاني ويسجل الهدف التاني، هدف التعزيز ده في الدقيقة 87 من نهاية المباراة. عبد الرحمن شيكا البديل السوبر، البديل السوبر، وتغييرات بسيوني تصدع الفرق اليوم في هذه المباراة، هدفين هدفين، يسر وحيد البديل وعبد الرحمن شيكا اللاعب البديل، هم دول اصحاب الهدفين حتى الان في المباراة. هذا عبد الرحمن شيكا عدى وفات والكل بيتفرج عليه، ما فيش ضغط موجود من مدافع البنك الاهلي، هذا انطلاقة عنترية في مهارة جميلة فردية، في تصوبة حلوة، في ركنة غير عادية على الشمال يا باسكي عشان فريق طلاع الجيش يتقدم الان بالهدف الثاني في المباراة. اثنين طلاع الجيش لا شيء نادي البنك الاهلي.